حاجه الحاجات الخيريه الاول مشروع زي قناه السويس الواحد يدوله نص المليون جنيه، يعني افتح سوبر ماركت، المهم اصرف المليون، اتجوز كمان. هات لي المليون جنيه الاول وبعد كده بقول لك. وقتها طبعا الواحد مش يعني التفكير دلوقتي غير التفكير لما يكون معاك الفلوس، طبعا دي بتفرق كتير، لكن ممكن اقول لك احلام كتير دلوقتي، بس لما يجيني الفلوس دي وقتها يبقى ليه تصرف تاني. في حاجه اسمها مركز اعداد القاده، ده تبع الحكومه يعني، بره انا شايف ان المركز ده محتاج فلوس، القاده اللي هنا عاوزين يرفعوا مستواهم شويه على مستوى الدوله، يا ريت يكفوا القاده اللي في البلد. جيب لي عربيه وعامل كذا حاجه لامي وابويا بقى. لا انا نفسي في عربيه الصراحه، عشان المشوار بتاع السيده ده كل يوم في مدرسه هنا اصلا. بس اكيد اخش مدرسه حديثه اظن دي حاجه يعني غريبه الشكل لما يبقى واحد بتاع دوره معاه مليون جنيه مش هيبيع دوره طبعا، هيروح الساحل الشمال عمره بس طالع على بس بس كده ما تجيبش اعمل عمره نفسي ارجع اعمل عمره اروح الصين استوري ابقى راجل مستوري خلاص اعدي الفقر بقى واخد الراجل الطيب ده معايا الصين برضه استورد ايه طيب؟ ها؟ كوبايات واستلس وحاجات من دي وناخد الناس دي التعبانه دي كله هيجي باذن الله.